المشروع كامل ماشي تاثر بالدريه. كتعرفي على امها كتعرفي الدريه كاين الحاله شكل الحاله كي دايره. الله يحسن العوان ما عندهاش الامكانيات. ما كان عندك وشات تعالجت بنتها راه شحال مسكينه الدري مين زادت هي في هذه الحاله خاصها تعالج خاصها تطلب لها ثاني. الام مسكينه كطلع وكتخدمها في الديور كتفهمتي كيتعاونوا مع الناس ما عندهاش الامكانيات باش غتعالج الدريه. كتمشي تدق في جمعيات ما كاينش اللي كيحل لها الباب باش يعاون هاد الام باش. شنو نوع المرض اللي عندها الدريه؟ عندها مرض عقلي كريمين زاد هي تزوق خليقه ولكن الامكانيات الام باش غتعالج بنتها ما عندهاش. خاص توقف مع المحسنين خاص الجمعيات راه بحال الضحايا هما اللي كيضيعوا. واش تقدر هاد المالك اللي ضاعت راه بنت الامه كامله بنت المجتمع كامل. حنا كلنا بحال مشاو لينا ولادنا حنا كاملين ماشي بنتها هي راه بنتنا حنا كاملين. راه كنتخيلوا لنا حتى ولادنا حنايا والامكانيات ما عندهاش هاد السيده باش غتعالج بنتها. دابا هي مالك هي غترجع ثاني تقدر تبقى لها نفس المشكل تمشي خاصها تعالج. وانا حنا كنطالبوا من الناس المسؤولين والجمعيات والمحسنين يعاونوا هاد السيده معنويا وماديا تلقى بنتها وتعالج. حنا كنطالبوا واخا تجي الدريه خاصها تعالج راه مريضه مريضه مرض عقلي خاصها تعالج. فهمتي عاونا الامه بحالهاش راه وصل لواحد الدرجه اللي ما كتصورش. بعد خطط ما كتلقاش خبزه تاكل هاد الام اللي كتشوفوا فيها طايحه دابا خبزه ما كتلقاهاش. راه كيتعاطفوا مع الناس بعد خطط ما كتلقاش يعني الخدمه اللي غاتمشي تخدم كتخدمها بذراعها ما كتلقاش يعني فرصه تحت ديال العمل باش غاتمشي تخدم وتجيب القوت لهاد الاولاد. واش غاتمشي تخدم ولا تبقى حاضيه الدريه وهي مريضه غادير لها سنسله وغتربطها ما يمكنش. هي مريضه عقلانيا خاص اللي غيعالجها وهي ما عندهاش الامكانيات باش غتعالج هاد السيده. والبيبان اللي غدق ما كاينينش اللي غيوقف معاها ويزيد البيبان باش غتعالج هاد السيده ما كاينش. اخويا حنا تاثرنا كامل وقاتلنا كاملين. وسبق لها البنيه سبق لها تودرات بحال هكا؟ لا عمرها ما اختفات كتبقى 12 ليل وحده في الليل وحنا كندورو في امها كنقولها ويلي الدريه 12 ليل وباقا خارجه دوك حتى الى شي حد وكتمشي مع شي حد الدريه عندك مريضه كتقول لك لا راه كيعرفوا هذا واحد يقدر ياديها ليا راه كتجي هي الراسه. والبحث الناس باش تجي كيف العاده ما جاتش هاد الدريه لحد الان. دابا هي من وحده النهار لحد الان الدريه ما باقا ما بانتش. واش كانت الدريه مسخره ولا كانت غير خارجه كتلعب؟ لا خارجه كتلعب كدور كتلعب ما كتسخرش راه كتلعب مسكينه وكترجع مع عمر شي حد ما عداها ولا قرب ليها. هذاك الخال اللي قالت لك اختها قالت لك بانه الخال ديالها لقاها في المدينه وقال لها غير سيري للدار. علاش لا ماشي في المدينه انا الناس قالوا ان احنا خرجنا كنقلبوا في عين المكان. واحد السيده صاحبتنا نيت كنعرفوها قالت لك شافتها البارح مع الخمسه د العشيه حدا السطالاسيون هذه اللي هنايا في الواحد تما شافتها واقفه وجرات عليها قالت لها سيري لداركم عند امك. وحنا لمنا لهاد السيده لمناها قلنا لها حشوم عليك الدريه عرفاها مريضه عقلانيا شديها من يديها وعيطي علينا نعيطوا لما تجي ديها. كاش راك تخليها في هذاك البلاصه يعني غيقدر اي واحد يزعم عليها بلاصه خاويه بلاصه في الطوبيس فهمتي خاله شابه حدا البلاكه ديال الطوبيس وجر عليها يعني ما انتظرش منها انها راه غتزيد ولا حيت عارفين ديما راه كتبقى تعيط. ودخلها دخلها علاش ما يديهاش للدار؟ والعلم لله انا الناس اللي قالوا عنها ما شفت ما حاضره انا ما نقدرش نقول شي حاجه نحكم على ذاك الانسان وانا ما حاضرش هذيك اللقطه اللي كان شافها. قالوا الناس شافها واش شافها مصلح نيت ولا لا حيت ما دابا انت بحكم انك انت كتعرفي هذه البنيه واش بلاتي باش بلاتي بلاتي دابا انت بحكم انك كتعرفي هذه البنيه واش كتشوفي هذه البنيه قادره بعقلها انه تمشي وترجع للدار بوحدها ولا لا لا تقدر تدور هنايا بوحدها تبطل المشروع كامل تسارى وترجع ولكن تفوت المشروع توضر الدريه حيت اي واحد يقدر يقول لها يلا معايا دري ما عارفاش ماشي ناضجه غتعرف غت يعني هذا غيديها يتفلى عليها ولا هذا غيديها يوضرها ولا يخونها ما عندهاش العقل اللي كيقول لها عقلها كديره. والام باش غتكون بهاد السيده يعني بهاد الطفله ديالها تكون تعالجها وداويها ما عندهاش الامكانيات يلا كضرب اليوم مع القوت ديالهم ما عندهاش جوج بنات الله يكون في العون. والناس اللي غيقدموا لها ايد المساعده ما كاينينش. والاب ديالها ما عندهاش الاب ديالها مسكينه ما كيكون عند الاب ديالها ما غتوصلش الدريه لهاد الحاله. كان الاب الدريه ما غتوصلش لهاد الحاله كون تعالجت كون تعالجت الدريه خاصها العلاج. ايوا خاطر رجع الدريه مالك راه خاصها تعالج. انا كنطلب من الناس المسؤولين يتعاونوا مع هاد السيده خاصها تعالج خاصها الامكانيات. والام ما عندهاش الامكانيات باش غتعالج هاد الطفله. ايوا راه غاتجي ان شاء الله ولكن ملي غاتجي ثاني الا جات وما تعالجتش غيبقى نفس المشكل غتبقى الدريه ضايعه. باش ننظروا حنا في الواقع ماشي حنا بغينا الدري حنا راه غترجع لما ان شاء الله باذن الله الا كمل الله. ولكن الدري ملي غترجع خاص الناس يعاودوا يتعاونوا معاها تعالج هاد الدريه حيت لما تعالجش غتضيع الدريه غتبقى ضحيه.